فكرة حلوة والألوان جميلة، بس مش شايفة ازاي ممكن تبقى سكيلبل. هي دي مشكلة. هاي شاركس، أنا سارة هلال فاوندر في كونتري هاوس، وبطلب 1.5 مليون مقابل 20% من شركتي. أنا مصنعة دهانات، عايزة أعمل قطع أساس تكون قطع ديكور في البيت. قابلتني كذا مشكلة. أول مشكلة إن معظم الدهانات اللي هستخدمها الأساس بتاعها هيبقى زيت، واللاكيهات ريحتها صعبة جدا، والدي او سي اللي فيها عالية. تاني مشكلة قابلتني ان الدهان بياخد وقت طويل جدا علشان ينشف. ظهر قدامي تشوك بينت، هو منتج الاساس بتاعه مائي، الدي او سي قليلة فيه جدا، ملوش ريحة، بينشف بسرعة. اقدر اعمل بيه ستايلز مختلفة، فينتج، مودرن، كلاسيك. جت مرحلة اني ادور عليه هنا في مصر، اكتشفت انه مفيش منه ولا مستورد ولا محلي. سافرت وبقيت اجيب منه استخدامي الشخصي، وقعت في غرامه ازاي هو بيديني النتيجه دي في الوقت القصير ده والمجهود القليل ده. وكان مفاجاه ان انا اقدر اشتغل بيه على اي قطعه اساس قديمه من غير ما اضطر ان انا اشيل الدهان القديم او اصنفره. ومش لازم تكون متخصص عشان تعمل كده بنفسك. كمان بدات اعمل ورش تعليميه، فيديوهات، والحمد لله ناس كتيره اتشجعت وخدت الخطوه. وكل الحاجات دي مصنعاها فين؟ البينت احنا عندنا مصنع بتاعنا. ليه اداني بس شكل كريم شعر؟ قفلتها وفتحتها سهله، واللون كمان بيبان من الكونتينر اللي احنا بنبيعها ملونه، فدي كانت احسن حاجه. حتى الباكينج كله، الباكجنج كله الطريقه بتاعتك حاسس ان هي كوزماتكس. الناس اللي هم يعني شغلتهم كده الورش الكبيره ما يستخدموش الدهان ده، ليه انت رايحه بس للست البيت؟ ولا هو مش هينفعوا الدهان ده؟ لا هو مش ست البيت، احنا كده كده ناس اوريدي بتاخد مننا مهندسين ديكور بيشغلوا صنايعيه عندهم بيه. يعني الراجل، هي دي كانت احسن. الراجل اللي هو بتاع الورشه لو شاف البتاع دي هيتكسف يستخدمها. ممكن تعمل اندستريال باكجنج. يعني اصل دي كده حاسس ان هي واخده الموضوع في سكه اماترز. انت عايزه ده سوق كبير، يعني لو انا فاهم صح. يعني على حسب انت مين التارجت سيجمنت بتاعك، يعني احتمال هيكون بالتارجت اكتر ستات او ارتست. التارجت اودينس بتاعتنا كذا حد، الناس العاديين اللي هم اصلا ما عندهمش اي فكره، عايز يغير حاجه في بيته زاويه ايا كانت. بقى في ناس مثلا بتاخده تلون بيه فخار، هو بيقبل ان احنا نلون بيه كذا، يعني مش بس خشب. بس انت مش هدفك المصانع والناس دي؟ مش بياخد منها مصنع جديد، بس نقدر نوصل للمرحله دي، وساعتها مش هنبعت لهم كونتينر دي. ايه اللي ما خليكيش تروحي النهارده؟ هل في حاجه في السعر بتاعك او في المنتج بتاعك ما يخليش الورش الكبير يشتغل معاكي؟ بيعه منهم هتعيشك. هو انا ممكن لو حد يعني فاهم او مثلا تخصصه ديكور او حاجه بياخده مني، لان اصلا يعني الصنايعيه العاديين مش بيقتنعوا بيه. اهو بيتكلمي اهو تخصصه بيه قوي. مش تخصصه هم مقتنعين اساس الديكور اهو. هو ارتستيك اكتر. سعره ايه بالنسبه للسعر الزيت؟ احسبها انه مثلا الاوضه هتكلف كام؟ الاوضه مثلا اوضه نوم كامله هتكلف مثلا 1500 جنيه بالكتير. وبالزيت؟ لا مش يعني ممكن يبقى اكتر كمان، لان هو البين ده مش بيحتاج تحضير. بس انت عارفه ان كل الناس بتشتغل دلوقتي ووتر بيست، ايه الادفانتج بتاعتك عن الشركات الكبيره اللي بتبيع الدهانات الووتر بيست؟ لا معلش، انا فهمت منها ان هي الوحيده اللي دورت على المنتج ده في مصر ما لقيتوش. هي الوحيده اللي بتعمل ووتر بيست. الووتر بيست؟ لا طبعا كلنا بنشتغل دهانات ووتر بيست. بس بتستوردوها ولا بتجيبوها من مصر؟ لا بتتعمل في مصر طبعا. طب ما هي بتقول ايوه هي. بس انا بس يمكن مش الحاجات اللي هي الديكوريتيف دي. بتستخدم حاجه تانية غير الخشب؟ بتقول على ممكن متل على الفخار. يعني هو ممكن متل، ممكن بلاستيك، قماش. ده بأي دهان عادي يفرق عشان توصل للنتيجه كده؟ لا طبعا. طب وانت عايزه تستعملي 1.5 مليون في ايه؟ اجيب مكان ورو ماتيريال، وعايزه اعمل ماركتنج. انا تقريبا ما بعملش ماركتنج خالص. هو الشركات اللي موجوده دلوقتي بتعمل الوان تانية؟ انت ما لقيتيش الالوان اللي انت عايزاها؟ بقى في مستورد، بقى في مستورد دلوقتي. والاسعار ايه كم بالمقارنه ليك؟ 250 جرام ب 95، في حين ال 150 جرام عندهم ب 180 جنيه، والامريكي عندهم بس 6 الوان. عندك كام لون؟ عندي دلوقتي 33 لون. ايه اللي هيميزك عنه؟ اللي هيميزني عنه ان انا يعني احنا مركزين مع الناس، نساعدهم، نعلمهم. التكنيكال سبورت هو الكومبيتيتيف ادج بتاعك. انا متهيألي دي دعايه جامده جدا في التلفزيون، الناس هيعجبها الكلام ده. هو اي حد بصراحه يعني بينبهر بالفكره نفسها، ان هو يبقى عنده حاجه هو خلاص زهق منها، وفي نفس الوقت دلوقتي الكوست عشان يغيرها
بقى عالي، بقى عالي جدا. هو نقل بس من البيت للورشه هيكوست اصلا مش ثمن البينت كلها، اكتر بكتير. هي فكره حلوه والالوان جميله، بس مش شايفه ازاي ممكن تبقى سكيلبل. هي دي مشكله.